بسم الله الرحمن الرحيم نزف إليكم شهيدا آخر من شهداء الحرية من مدينة الجيزة بمحافظة درعا واسمه حمزة علي الخطيب وعمره 13 عاما حيث خرج في جمعة الغضب لرفع الحصار عن أبناء درعا فتم اعتقاله عند مساكن صيدا وتم تعذيبه بأبشع الطرق فانظروا إلى آثار التعذيب. هذه رصاصة في ذراعه الأيمن اخترقت ذراعه من هذه الجهة خرجت من هنا دخلت في صدره. هناك في طلقة في بطنه وطلقة أخرى في جهته اليسرى بالتناظر مع اليمنى خرجت من الجهة الخارجية فدخلت من الجهة الداخلية إلى صدره مرة أخرى ومن ثم طلق من أعلى في صدره. وانظروا إلى الكدمات التي في وجهه مع كسر العنق. وانظروا إلى الكدمات التي في ساقه اليمنى. إضافة إلى أبشع. ولم يكتفوا بهذا القدر من التعذيب بل قطعوا ذكره ثم رميه بالرصاص. فانظروا إلى هذا الإصلاح. لا ذكر له، قطعوا ذكره. فانظروا إلى هذه الإصلاحات التي دعا إليها بشار الغادر فأبى. فأين لجنة حقوق الإنسان؟ وأين محكمة الجناية الدولية؟ وأين دعاة الحرية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاريخ 25/5/2011 يوم الأربعاء. نسأل الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا بطيخي. في صورته وين الصورة الطبيعية؟ بعمر 13 سنة صف السابع الحلقة الثانية. هذا الذي يخيف النظام في سوريا. اعتقل حي وقتل لأنه يطالب بالحرية لأنه مندس إرهابي. اليوم 25/5/2011 يوم الأربعاء كان عنده